ضحية جديدة في سلسلة اغتيالات أئمة المساجد في عدن، الشيخ محمد راغب بازرعة إمام جامع عبد الله عزام، اغتالته اليد المتربصة بهذه الفئة في توقيت صلاة المغرب وأمام المسجد الذي يقع في مدينة المعلا، وهي المديرية ذاتها التي شهدت آخر اغتيال من هذا النوع بحق صفوان عبد المولى إمام جامع الصومال في مايو المنصرم. القاتل ما زال مجهولا ولا جواب من السلطات الأمنية، والقتلى قارب 25 إماما. الوضع الأمني لا يسر عدو ولا صديق في عدن. ما يطلبه اليوم المواطنون من وزارة الداخلية أولا توحيد الأجهزة الأمنية وبسط سيطرتها عليها، تكون على الأقل غرفة عمليات مشتركة لجميع الأجهزة الأمنية، اليوم في أكثر من جهاز أمني، تنظيم العمل وأن يكون كل شيء تابع لجهة واحدة، ما يكونش في تفرقة بالعمل وتشتت أمني. يوجه السؤال إلى الأجهزة الأمنية فيأتي الرد خلال ساعات من حادثة الاغتيال بإصابة نائب مدير أمن عدن علي الكازم، الذي تعرض لشظايا قنبلة ألقيت عليه أثناء مداهمة أحد المطلوبين أمنيا في حي الممدار مديرية الشيخ عثمان. ها هم المنوط بهم تحقيق الأمن ليسوا بأفضل حالا، وسلسلة الاغتيالات قد طالتهم أيضا، وحتى الأسبوع الماضي كان العقيد فهم الصبيحي مدير قسم شرطة بير فاضل آخر ضحايا الاغتيالات المستهدفة كوادر الدولة. الحقيقة أن الاغتيالات في عدن لم تتوقف لكي يتم الحديث عن استئنافها. عدن تعيش حالة من الصراع السياسي بين الأطراف المتواجدة داخل المدينة منذ نهاية الحرب. عدن تعاني اختلال كبير في المنظومة الأمنية، هناك تعدد الأجهزة الأمنية داخل المدينة، هناك صراع سياسي. ما يحدث من عملية اغتيالات داخل مدينة عدن سببها في المقام الأول هو الصراع السياسي بين الأطراف المتواجدة. أنا شخصيا لا أحمل القاعدة ولا داعش مسؤولية الاغتيالات الأخيرة ولا الجماعات المتطرفة، وإنما أحملها الأطراف السياسية المتصارعة داخل عدن. تختلف التحليلات عن من يقف وراء هذه الاغتيالات، لكن تتفق على كون الأجهزة الأمنية متشظية بين الفرقاء السياسيين، أكانوا حكومة شرعية أو فصيلا من الحراك يتبع دولة الإمارات المهيمن على غالبية المشهد العسكري في المناطق المسمى تجوزا بالمناطق المحررة. وما يزال السؤال الأمني قائما في العاصمة المؤقتة، متى سينتهي مسلسل الاغتيالات الذي يطال أئمة المساجد وكوادر الدولة، ومتى ستوحد الأجهزة الأمنية؟ آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.